عقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسته التشاورية بشأن أزمة المياه بحضور وزير الموارد المائية و60 نائبا. وقال مصدر برلماني أن مجلس النواب عقد جلسة تداولية برئاسة سليم الجبوري لمناقشة أزمة المياه. وأضاف المصدر أن الجلسة حضرها وزير الموارد المائية حسن الجنابي الذي كشف عن تقدم كبير مع الجانب التركي حول حصة العراق من المياه. وأكد الجنابي أن هنالك تقدم كبير بيننا وبين الجانب التركي حول حصة العراق من المياه وقنوات الاتصال المستمرة. وأكد لقد أقنعنا الحكومة التركية بالطرق الدبلوماسية والتفاوض بتأجيل بناء السدود للفترة القادمة من أجل أن نحصل على اتفاق دولي للأمن المائي. وأشار إلى أن هنالك قلق من شحة المياه في الصيف القادم، ولكن اليوم كسرنا هذا القلق حيث لدينا تقريبا 3 محطات لإزالة المياه، مياه الشرب والتحلية، وهنالك عمل متواصل ومكثف من قبل كوادر الوزارة.